كنشوفوا مثلا الجزائر خلاص هذا عدو كلاسيكي تقليدي الى غير ذلك، كنشوفوا تونس، كنشوفوا فرنسا، كنشوفوا احيانا اسبانيا، وممكن اننا نتسناو اقل وربما اكثر، كنشوفوا كذلك موريتانيا، كنشوفوا كذلك ليبيا. فهاد الامور هذه راه ما خصهاش تخوفنا الى طلعنا على التاريخ القريب. شوفوا غير المغرب اش كان كيعاني في الستينات والسبعينات، والامور دازت بسلام والاكثر من ذلك. علاش كنقول لكم انا شوفوا التاريخ، ما غادي تجي المرحله ديال الثمانينات حتى غادي يولي المغرب هو البلاصه اللي كيفضلوها جميع هاد الدول وهاد العرب وهاد الانظمه الاشتراكيه وهاد الانظمه القوميه. في ماشي واحد عنده شي مشكل كان كيجي لعبد الحسن الثاني الله يرحمه باش يفكوا ليه. الشيء الثاني اللي بينه هاد العالم هذا هو انه العلماء ديال المغرب راهم ما كيتباعوا ما كيتشراو، خصوصا في القضايا الوطنيه. في القضايا الوطنيه راه ما يمكنش، كاين اللي غادي يقول كيفاش يتباع ويتشرى، راه حنا كنعرفوا العلماء يعني اللي كاينين في عده دول. بسم الله الرحمن الرحيم، الاخوان والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فرغم انني في عطله وصراحه ما كنتش مخطط لها وسافرت بدون الامكانيات ديال انني نسجل فيديو الى غير ذلك، ولكن الظروف اللي كيمر منها المغرب فاقتضت انه باقل الحالات غادي نحاول ما امكن نتكلم في هذه الامور اللي هي جاريه من نهار لنهار والامور كتزايد وهذه التحديات. فقبلوا مني يعني الظروف التسجيل ديال هذا الفيديو، هو في الحقيقه واحد المكتبه متواضعه ديال الاخت ديالي في المدينه ديالي مشرع بن القصيري. ومن مشرع بن القصيري كنحيوا جميع المغاربه داخل وخارج ارض الوطن. بخصوص المواقف اللي كيدوز منها المغرب حاليا، خصنا نعرفوا واحد الحاجه بانه ماشي اول مره المغرب كيدوز من هذه المواقف ومن هذه التحديات. شفت انا بزاف ديال الاخوان النشطاء والنخبه والصحفيين والغيورين والوطنيين بصفه عامه، فهما كينددوا بكل طرف على حده، خصوصا وانه هذه الضربات اللي شفناها الا كان ممكن اننا نسميوها ضربات، اولا بعدا كانت هي ضربات يعني غير في الهواء او لا على الاقل في الماء. هذه الضربات هذه او هذه المواقف كيبان بانها متجمعه في واحد الوقت متتابع، بمعنى انه كاين خيط رابط، ولكن حتى هذا الخيط الرابط الا بغينا نقولوا بانه ما كيستدعيش ان الانسان يخاف او الى غير ذلك. دائما كنحيل الاخوان والاخوات على التاريخ السياسي للمغرب، ماشي غير القديم، ماشي العهد المتوسط، ماشي الحديث، فعلى الاقل المعاصر. المغرب خاص الاخوان والاخوات يعرفوه. الى جينا نشوفوا حاليا، كنشوفوا مثلا الجزائر خلاص هذا عدو كلاسيكي تقليدي الى غير ذلك، كنشوفوا تونس، كنشوفوا فرنسا، كنشوفوا احيانا اسبانيا، وممكن اننا نتسناو اقل وربما اكثر، كنشوفوا كذلك موريتانيا، كنشوفوا كذلك ليبيا. فهاد الامور هذه راه ما خصهاش تخوفنا الى طلعنا على التاريخ القريب. شوفوا غير المغرب اش كان كيعاني في الستينات والسبعينات. فعهد الحسن الثاني الله يرحمه المغرب راه عانى اكثر من هذه الوضعيه اللي كتبان لنا دابا بانها وضعيه اجتمع فيها الاعداء والخصوم. الاعداء والخصوم اللي اجتمعوا خصنا نشوفوا القوه ديالهم، ما نشوفوش العدد ديالهم، وباش يكونوا مثلا جوج ثلاثه اربعه الى غير ذلك هذا راه ما كيخوفش، بالعكس هذا حجه بانه المغرب اقوى. علاش؟ ملي كيكون عندك واحد الخصم واحد قوي ويقدر يتزاد ليه واحد، ممكن انك تقول بانه خصني نجمع راسي ونشوف اشنو كاين، ولكن ملي كتشوف كيتزاد الثالث والرابع والخامس ويكونوا شحال ما كان، اولا بعدا كاينات راه كنعرف هنا كنوصلوا للحلف. الاحلاف ما كيديروها الا الضعفاء. الدوله ملي كتكون قويه هاد اسبانيا ولا فرنسا ولا شي حاجه، راه كيكفي غير ديك القوه ديالها بوحدها انها كتهيمن وكتعربط على الدول اللي كتحسبها بانها والو لا شيء، طريقه المعامله ديال فرنسا مع الدول ديال افريقيا الى غير ذلك. فكنشوفوا ديك العجرفه الى غير ذلك، فرنسا ما كتستدعيش هذا الشيء كله، احيانا كتستدعي غير السفير ديالها في شي دوله من الدول ديال العالم الثالث، السفير كيهز التليفون كيعيط للرئيس، والسفير الا بغى يبدل الرئيس هذا راه واقع ما نكذبوش علينا فيه، يبدل الرئيس ويبدل البرلمان ويبدل الدستور ويدير اي حاجه. ولكن الضربه ملي كيوجهها الملك محمد السادس في خطاب رسمي وكيعني بها فرنسا كيقول لها جمعي راسك، فاولا بعدا الملك راه كيعرف اش كيقول،
راه ما جاونيش على فرنسا تعرف فرنسا اشنا هي، بمعنى انه اللي هو اقل من فرنسا ما خصوش يخوفنا. فرنسا الان كتدافع على النفوذ ديالها، وعادي انها تحرض الجزائر وتحرض تونس وتحرض كذا وتحرض كذا الى غير ذلك. تونس الاخوان والاخوات بزاف الناس تألموا، علاش؟ لانهم قال لك تونس فايت لها وقعت فيها واحد العمليه ارهابيه، ومحمد السادس كان مشى لعندهم وتسارى في العاصمه وساعد انه اولا بعد بين الشجاعه ديالو وبين العالم بانه الامور لا تستحق مع واحد البلد اللي هو شقيق. الان كيتبين بانه محمد السادس ملي مشى لعند قيس راه ما كان كيهمو فيها لا قيس ولا ليلى، علاش؟ لانه الرؤساء عابرون دايزين، ما عندهم حتى شي قوه، ما عندهم حتى شي حاجه. الملك فاش كان مشى اولا المغرب بصفه عامه ملي كيتعامل مع شي واحد راه كيتعامل بناء على التزامات دوليه داخل فيها بالقوه ديالو بالسمعه ديالو بالوفاء اللي عنده، التزامات العالميه هي اللي كان فات له مشى ليها الملك. راه ما مشاش واقف مثلا على هذا قيس ولا واقف على هذا الرئيس ولا هذه ولا هذه، راه مشى لان عنده التزامات دوليه زائد عنده سمعه طيبه كيتمتع بها انه مشى ليها، يعني ان داك الشيء ما خصوش يألمنا، بالعكس داك الشيء ضد هذا الشيء. الان كنشوفوا بانه تونس خلاص الجزائر ليبيا الى غير ذلك. علاش قلت لكم انا دائما نشوفوا في التاريخ غير القريب ماشي البعيد؟ في الستينات جميع الدول اللي كانت فيها الانظمه الاشتراكيه القوميه راه كانت كلها ضد الملكيه وضد المغرب، وكان حلف ما فيه جوج ولا ثلاثه، راه كانت الدول العربيه اللي فيها الانظمه الاشتراكيه راه كلها كانت كلمه واحده ضد المغرب، خصوصا في الستينات وواحد الطرف من السبعينات الأنظمة الاشتراكية اللي كانت في مصر تونس زيد عليها حتى موريتانيا اليمن العراق سوريا وما أدرك والعراق في سوريا في ذاك الوقت، بالإضافة للجزائر، هذورا كلهم كانوا كلمة واحدة، كانوا متفقين وكانوا كيسردوا العناصر ديال اليسار المتطرف من بعد ما كيدربوهم والدعم اللوجستي والفلوس والرشاوي وإلى غير ذلك، وكانوا كيسردوهم المغرب باش يديروا محاولات ديال قلب النظام الملكي، ولكن ذاك الشيء ما خوف لا المغرب ولا الحسن الثاني ولا خوف حتى شي واحد، والامور دازت بسلام والاكثر من ذلك. علاش كنقول لكم انا شوفوا التاريخ، ما غادي تجي المرحله ديال الثمانينات حتى غادي يولي المغرب هو البلاصه اللي كيفضلوها جميع هاد الدول وهاد العرب وهاد الانظمه الاشتراكيه وهاد الانظمه القوميه، في ماشي واحد عنده شي مشكل كان كيجي لعند الحسن الثاني الله يرحمه باش يفكوا ليه. وحنا كنعقلوا ديك المؤتمرات القمم العربيه اللي كانت كتنعقد في المغرب مثلا اللي كنعقد في 80 ولا شي حاجه، كان الملك الحسن الثاني هو اللي صالحهم كاملين. الحلف ديال الاعداء ضد المغرب اللي كانوا مصمتين ريوسهم بانهم قوميين واشتراكيين وما نعرف شنو هو، وبانه المغرب حالف الولايات المتحده وحالف الامبرياليه وبانه رجعي الى غير ذلك، هذا الحلف كله ربي شتت له الشمل ديالو، ومن بعد بداوا كيفضحوا بعضهم الرؤساء سميتو، بداو هما كيفضحوا بعضهم، ومن بعضهم ولا هما كينيشوا على بعضهم، ومن بعد ولا هما مع بعضهم كيجيو كيتصالحوا في المغرب. بمعنى انهم اللي كنقولوا المغرب اقوى وهاد الضربات بان راه ما تخوف ما تفزع، راه حنا كنقولوها ماشي غير بناء على احلام ولا بناء على اوهام، لا، راه بناء على احداث تاريخيه. المغرب تاريخيا كان دائما عنده واحد الاستقلال ديالو، المغرب تاريخيا. وهاد الدول كنت نشوفهم كاملين تونس ليبيا وزيد عليهم اي دوله عجباتك في الخريطه الان شدها، الدول العربيه ولا حتى الدول الاسلاميه، هاد الدول كاملين راه كانت جمعهم الخلافه العثمانيه وقبل منها الامويه ثم العباسيه وزيد وزيد. المغرب بوحده كان كيكالي هادو كاملين، بمعنى انه راه ما كاين حتى شي فرق. هذيك الهجومات اللي كانت كتجي من المشرق كانت كتقومها دوله واحده، ولكن كانت هي امبراطوريه، بمعنى انه راه في ذاك الوقت ذاك العدد ديال هاد المناطق كاملين مثلا، شوف شحال دابا يكونوا الا قسمتيهم على دابا تلقاهم 30 ولا 40، هادو كاملين راه كانوا كيجيو مجموعين كاملين ولكن في الحدود المغربيه، والمغرب دائما كان كيكالي على راسه، والمغرب دائما كان مستقل وكانت عنده البلاصه ديالو وكان كيتوسع وكيدير اللي بغى، كان في الجنوب من بعد ذاك العهد الذهبي ديال الاندلس. بزاف الاخوان والاخوات هنا كيشوفوا مثلا في الخريطه كيقول لك ويلا دابزنا غير مع فرنسا بارك علينا، ما نزيدوش اسبانيا ما نزيدوش الجزائر ما نزيدوش، ويتزادوا كاملين وراهم تزادوا كاملين عبر التاريخ المغربي. واش المغرب تزعزع من بلاصتو ويكونوا كاملين ويتزادوا كاملين ويديروا استزازات كاملين؟ زعما كاينه واش هذه اول مره غادي يتفاهموا ضد المغرب؟ هم راهم كانوا ضد المغرب دائما باستثناء نسبي الدول اللي كانت اللي فيها الانظمه الملكيه والاميريه، الدول ديال الخليج.
باستثناء هادو الأنظمة الرئاسية الاشتراكية العلمانية ما عمر المغرب وقف عليها وما عمرو تاق فيها وما عمرو عول عليها وما عمرو آمن الشر ديالها. لكو كان المغرب بقى معول على هاد الدول في الصحراء المغربية إلى غير ذلك ما عمرو يطفروا، ولكن المغرب كيخدم الوسائل ديالو كيخدم الأغراض ديالو انطلاقا من الوسائل ديالو. هنا غادي نجيو لصلب الموضوع باش نتكلموا على واحد الحاجة. الناس اللي كيقيلوا يفرعوا فمهم سواء دوك اللي على الخصوم الاستخبارات الجزائرية أو اللي كتعطيهم فلوس أو اللي إلى غير ذلك، وكيتكلموا دائما كيقول لك المغرب كذا العدو الصهيوني ما يمشي حاجة بحال هكا إلى غير ذلك. واش نساو بأنه نقطة القوة اللي الآن المغرب قاعد كيدابز بها وكيغلب بها، كنقولوا كيغلب بها، ما تغرناش واحد جوج ولا ثلاثه الاسابيع ولا اربعه من اللي كتكون الغوات والهيلاله من كل دوله ولا من كل قنت او لا كتجي كل مره قرصه من عند شي زعيم او هذه ما تغرناش. المغرب دائما القوه ديالو في التكوين ديالو في الهويه ديالو، وملي كنقولوا التكوين الهويه ديالو راه كنقصد كنعرف اش كنقول الهويه ديالو، لان المغرب كاين عرب امازيغ كاين وكاين 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 وراه كاين اثنيات وكاين ديانات وكاين حوايج اخرى. هذا التجانس كامل راه هو اللي واقف مع المغرب وكان واقف مع المغرب وباقي غادي يوقف مع المغرب. باش ما نطيحوش في ذاك الفخ ديال بعض الاغبياء اللي كيحاولوا ما امكن يزرعوه ويقسموا المغرب داخليا ويجعلوا الحروب الداخليه لداخل. خصنا نعرفوا القوة ديال المغرب راه من الهوية ديالو. الهوية ديالو شنو فيها؟ فيها بالإضافة العرب أمازيغ كاين المسيحيين كاين كذا كاين كذا كاين يهود. هاد اليهود بزاف الناس كيخلطوا ما بين اليهود اللي كانوا في المغرب قبل 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 القرن السادس الميلادي، وكيخلطوا مع هاد الشيء اللي كدير اسرائيل مثلا في 48 او لا 67 او لا هادشي ديال هاد الخريان والصهاينه. بزاف الناس كيخلطوا من اللي كيجي هو من اللي كيسمع هادشي كيقول لك هذا اللي هو عنده شويه ديال التشاش كياثروا عليه بديك الدعايات الخارجيه بانه كذا وكذا. ولكن لا ما نخلطوش، ملي كنقولوا هويه المغرب راه كنقولوا التشكيلات الاجتماعيه والاثنيه والعرقيه وكل شيء اللي كانت في المغرب منذ قرون وقرون. هذيك هي اللي وقفت المغرب وهذيك هي اللي وقفت مع المغرب وهذيك هي اللي غادا تخلي المغرب مصر. وهنا الاخوان ما يفوتنيش تنويه بالموقف ديال العالم احمد الريسوني. العالم احمد الريسوني راه عالم، السبب اللي خلى هاد الحمله ديال التحريض ضد هاد العالم راه المقصود بها ماشي غير احمد الريسوني بوحده، راه المقصود وبزاف لاحظت انا بزاف ديال العلماء وبزاف ديال الصحفيين وبزاف ديال الناس اللي معروف انت بالتوجه الاسلامي في المشرق بانهم هاجموا هذا العالم. الحقيقه الدفينه سبب المهاجمه ديال احمد الريسوني راه الخلفيه الحقيقيه شنو هي. في المشرق كاينه واحد المجموعه ديال الحركات الاسلاميه معاديه للمذهب المالكي ومعاديه لائحه المذهب المالكي ديالنا، يعني احنا اللي متبعينها المغرب، ومعادية للعقيدة الأشعرية ومعادية لطريقة الجنيد. دابا حنايا العقيدة الرسمية ديالنا الهوية الدينية ديال المغاربة شنو هي؟ هي حنا من أهل السنة والجماعة أولا، ثانيا في الفقه كنتبعوا المذهب المالكي الإمام مالك إمام أهل المدينة، ثالثا العقيدة الأشعرية، رابعا طريقة الجنيد في التدين. هذه هما اللي متميز بهم المغرب من قديم الزمان، وهي اللي خلات المغرب أنه بلد خلى التجانس وخلى انفتاح على جميع الأمم وخلى أن المغاربة متجانسين. هذا هو العقيدة ديالنا الأصلية. المشارقة دائما كيهاجموا المغرب على هذا الانتماء ديالو، وكاين بزاف الناس ديال كيكونوا حركة ولا إخوان ولكن متأثرين من بالنزعة السلفية كيطيحوا في هذا المشكل، وكاين اللي كيكفر الاشاعره. يعني ان هذه الحقيقه الناس اللي داروا هذه البلبله ضد احمد الريسوني راه دارت جميع العلماء المسلمين اللي هما متبعين العقيده الرسميه والهويه الدينيه المغربيه، لان الهويه الدينيه المغربيه راه مستقله، راه ماشي بحال داك الشيء ديال الشرق. والمشارقه راه في كثير من الاحيان راه كنلقى انا بعدا كنلقى عنصريه مفضوحه ضد المغرب.
دابا ملي داروا هاد الحمله ضد احمد الريسوني فهما راهم كيصفيو واحد الحساب دافين مع الهويه الدينيه المغربيه، راني كنقولها وكنعاودها، الهويه الدينيه المغربيه، لان راه كاينه واحد المجموعه ديال التفاصيل الناس ما كيعرفوش. احمد الريسوني ضرب حاجه يعني عصفورين بحجر. الحاجه الاولى هو انه بين الموقف ديال العلماء، وملي قال باننا نحن مستعدون اذا طلب منا الامام امير المؤمنين اننا نتوجه لتندو في ايام او اسابيع او اشهر، وقال بانه الصحراء مغربيه. اولا بعدا هذاك الكلام ماشي غير ديال العلماء فقط، هذاك الكلام ديال جميع المغاربه، وبزاف الناس شفتهم انا حتى علماء بداو كيخربقوا الهضره ديالو وكيقلبوا في المصطلحات. قال لك يدعو الى الحرب او يدعو الى الجهاد او يدعو الى الفتنه، هو لم يدعو. العالم احمد الريسوني قال نحن مستعدون اذا طلب منا ذلك. الشعب 35 مليون مستعد ان يجاهد بماله وبنفسه وان يتعبأ كما تعبأ في المسيرة الخضراء، وان يقطع آمال الذين يفكرون في فصل الصحراء ولا في خلق اي مشكل للمغرب. المغرب مستعد اذا دعا جلالة الملك الى مسيرة بالملايين، إذا دعا للجهاد بأي شكل، إذا دعا للجهاد بالمال، نحن مستعدون. لا، العلماء المغرب، دعاة المغرب مستعدون أن يذهبوا ويقيموا بالأسابيع والشهور في الصحراء وفي تندوف. نحن لا نقيم مسيرة فقط إلى العيون، بل مسيرة إلى وهذاك راه هو مقصد البيعة اللي كيبيع عليها أي مغربي أمير المؤمنين بلا ما نناقشوا. حتم البيعة شنو فيها؟ هي أنك تبايع على السمع والطاعة في المنشط والمكره. هو راه محرض، مأمر، مطلب، ما والو. قال داك الشيء اللي في الضمير وفي القلب ديال كل إنسان مغربي، هذا أولا وشدوا لهما الهضرة ديالو وقلبوها ولووها وساروا زعما كاينات كيديروا هذا الشيء كامل. ولكن الحمد لله الزر منه هو موقف أكثر رجولة، وهو انه تخلى على ديك الرئاسه ديال هيئه علماء المسلمين، لان ناض فيها بزاف ديال الهضره وبزاف ديال الهيلاله، وكان العالم المغربي مكتوب عليه حتى هو يبقى يقول لك داك جيراننا ودخلوا لينا وديروا اللي بغيتوا، وكانه العلماء المغاربه مساكن راهم يعني ما عندهم لا وطنيه، ما عندهم حتى شي حاجه، اللي ولا يصدم حقه يقول لك الله يسامح ديه الى غير ذلك. الشيء الثاني اللي بينوا هذا العالم هذا هو انه العلماء ديال المغرب راهم ما كيتباعوا ما كيتشراوا، خصوصا في القضايا الوطنيه. في القضايا الوطنيه راه ما يمكن لك، كاين اللي غادي يقول كيفاش يتباع ويتشرى. راه حنا كنعرفوا العلماء يعني اللي كاينين في عده دول، واللحي وكذا وقاوده والامان هذا هذا كيتشراو بالمناصب. هادو بغاو يجيب لهم الله بانه احمد الريسوني بانه من ذاك النوع. احمد الريسوني بغى يقول لهم لا، راه حنا ماشي من ذاك النوع، راه كاين علماء ومواقف اسلاميه وكاين فتاوي وكاين تجاره، وهذا العالم راه بوحدو راه اقتصاد. هنا العالم احمد الريسوني بغى يبين بانه حنا سيدي ماشي من ذاك النوع. نتمنى من الاخوان والاخوات يقبلوا يعني هذا الفيديو اللي كان مرتجل بحكم انه استثنائي، ومن بعد ان شاء الله راه اثناء العوده للعمل رانا غادي نكملوا معكم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.